السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة إن شاء الله. بإذن الله النهاردة هنتكلم عن فرصة ممتازة جدا جدا في دولة من الدول الأوروبية القوية، وفرصة ممولة بالكامل ومتاحة للجميع. طيب خلينا نعرف تفاصيل هذه الفرصة. هي فرصة تدريب ممولة بالكامل في إيطاليا، تمام؟ الدولة اللي هيكون فيها هذا التدريب هي دولة إيطاليا في مدينة روما، تمام؟ بالنسبة للجهة المانحة اللي مقدمة هذا البرنامج أو هذا التدريب هو برنامج الأغذية العالمي WFP، وطبعا معروف جدا اللي هو World Food Program اللي هو برنامج الأغذية العالمي، تمام؟ طيب بالنسبة للدول المتاحة للتقديم في الفرصة دي، كل دول العالم متاحة للتقديم، سواء أنت من دولة عربية أفريقية آسيوية متاح ليك التقديم في هذه الفرصة. طيب حضرتك بالنسبة لمدة التدريب ده، التدريب ده مدته 6 أشهر، تمام؟ والتدريب ده أنا عايز أوضح إن هو هيكون بداية من شهر يناير فيما أعلى، تمام؟ من يناير مثلا لحد شهر يونيو، متاح ليك الاشتراك في أي فترة من هذه الفترات في التدريب، تمام كده؟ يبقى موعد بدء التدريب، بيبدأ التدريب من يونيو من يناير 2021، تمام؟ اللي هو الشهر القادم، ولكن طبعا في ناس ممكن تتأخر، واحد مثلا عايز يسافر في شهر فبراير، في شهر مارس، متاح ليك، بس الناس اللي تقدر تسافر من أول يناير متاح. طبعا موعد بدء البرنامج إذا تم قبولك بيكون تنظيم ما بينك وما بين الجهة المانحة، ولكن التوتال بتاع عدد الشهور بتاعت البرنامج هي 6 شهور، تمام كده؟ طيب حضرتك دلوقتي البرنامج ده بيتكلم عن إيه؟ إيه أهداف البرنامج ده؟ بيقول لك البرنامج ده مقدم من برنامج الأغذية العالمي. طيب مهمته إيه؟ المهمة الخاصة بيه هي المساعدة في المراقبة اليومية لحسابات وسائل التواصل الاجتماعي. يعني أنت هتشوف وسائل التواصل الاجتماعي تفضل تتابعها، تعمل لهم ماركتينج مثلا، إعلانات، ما إلى ذلك، تمام؟ إعداد الملخصات والتقارير الداخلية ودعم العروض التقديمية الخارجية، يعني هتساعد في إعداد التقارير، تشوف المؤسسة اللي هي برنامج الأغذية العالمي بيقدم إيه، تساعدهم مثلا في كتابة استطلاعات، رأي، تقارير، كل الأشياء دي. المساهمة بشكل استباقي في الاقتراحات والأفكار التي من شأنها أن تضيف قيمة إلى الاتصالات الرقمية لبرنامج أنظمة الأغذية، تمام؟ يعني أنت تدي أفكار عندك، هتاخد طبعا التدريب ده، وانت اثناء التدريب لو عندك اي مقترحات، اي افكار تقدر تساعد بيها المؤسسة، ده هيكون برضو شيء كويس. كمان دعم الوسائط الرقمية والاجتماعية اثناء احداث البث المباشر، يعني انت تدعمهم في الفيسبوك والانستجرام وتويتر، وتساعد على التفاعل على هذه الوسائل، تمام كده؟ فطبعا الفكرة كلها عشان اوضح لكم الموضوع بشكل بسيط، هم مهتمين شوية بمجالات التواصل الاجتماعي وعرض الأفكار ومساعدة المجتمعات وما إلى ذلك. فأنت كأنك هتروح هناك هتساعد بس كده في الحاجات الأونلاين معاهم، تاخد تدريب في الماركتينج والحاجات اللي شبه دي، تمام كده؟ طيب بالنسبة للتمويل بقى المقدم من المؤسسة دي، أول حاجة رسوم التدريب كاملة بالمجان، أنت مش هتدفع أي تكاليف خالص، كل رسوم التدريب هتكون على حساب الجهة المانحة. كمان تذاكر الطيران للسفر الى ايطاليا هتكون على حساب المنحه، تذاكر الطيران ذهاب وعوده على حساب المنحه، انت مش هتدفع اي تكاليف خالص. كمان هيكون في راتب شهري، الراتب ده مقداره 1000 دولار، تمام؟ عشان يغطي لك تكلفه السكن والطعام، ال 1000 دولار طبعا مبلغ كافي جدا، تقدر من خلال المبلغ ده انك تغطي السكن بتاعك اثناء التدريب وتغطي الطعام بتاعك، ويتبقى لك طبعا مبلغ بحيث لو احتجت اي احتياجات شخصيه اخرى تقدر انك توفرها من خلال هذا المبلغ. تمام كده. كمان في نقطة مهمة كويسة جدا، الإقامة داخل إيطاليا بتسمح ليك بالتجول داخل كل دول الاتحاد الأوروبي بدون تأشيرة، إيطاليا من ضمن دول الاتحاد الأوروبي، فكده أنت بتقدر تخش دول زي ألمانيا، زي دول تانية كتير أوروبية، فرنسا مثلا، والدول دي تقدر تخشها من غير تأشيرة أو من غير فيزا بالمجان، تمام كده. طيب كمان حضور الاحتفالات والمؤتمرات هتكون على حساب الجهة المانحة، انت مش تدفع اي تكاليف، لان التدريب ده بيتبعه احتفالات ومؤتمرات كتير جدا، فكل ده هيكون برضو على حساب المنحة، وتكون انت من ضمن المشاركين ومش هتدفع اي تكاليف خالص، تمام؟ طيب هنا عندنا ملاحظة ان الفرصة دي متاحة للطلاب والخريجين، تمام؟ يعني اي شخص يقدر يقدم عليها، سواء انت طالب حاليا بتدرس لسه او اتخرجت بالفعل بتقدر تقدم. الفرصة دي ليس بها حد أقصى العمر، لأنها متاحة لجميع الأعمار للتقديم عليها.
كمان الفرصة دي لا تحتاج شهادة لغة إنجليزية للتقديم فيها، وركز بقى معايا في الحتة دي عشان هيطلع لي واحد يقول لي هم عايزين ناس بتعرف تتكلم إنجليزي. اه هم عايزين ناس بتعرف تتكلم إنجليزي بس مش طالبين شهادة لغة. بمعنى إيه؟ بمعنى إن حضرتك لغتك الأصلية مثلا على سبيل المثال اللغة العربية هي لغتك الأم، فأنت واحد ما بتعرفش غير اللغة العربية، معلش يعني هتسافر هتعمل إيه؟ يعني أنت كده مش هتقدر تفيدهم بحاجة ومش هتعرف تتواصل معاهم، إنما لما تكون بتعرف إنجليزي هتعرف تتواصل معاهم. فالفكرة إن بس عايزين ناس تكون بتعرف في الانجليش مستوى مثلا متوسط، بتعرف تتواصل الكلام ده كله، ولكن مش مطلوب منك شهادة لغة، مش مطلوب منك لا ايلتس بقى ولا توفل ولا الحاجات دي كلها، بس تكون بتعرف انجليزي تمام كده. وطبعا لو معاك لغات اخرى زي اللغة الفرنسية الحاجات دي كلها بتزود اكتر من مهاراتك تمام. طيب كمان بالنسبة للخبرات اللي اكتسبها الشخص من هذا التدريب، يعني ايه؟ يعني انت حضرتك لما تروح التدريب ده هناك ايه اللي هتاخده من التدريب ده، او ايه الافادة؟ الافادة اللي هتطلع عليك هي اكتساب خبرة عملية قوية في العديد من جوانب الاتصال والدعاية والتسويق زي ما كنا وضحنا، بما في ذلك زيادة الوعي والمهارات في مواقع الويب ومنصات التواصل الاجتماعي، هتزود الوعي اكتر من خلال المؤسسة دي. كمان فهم فرص وتحديات الاتصالات في كيان تابع للأمم المتحدة ودعم الشراكات عبر قطاعات متعددة. وكمان هتكون على دراية كاملة برسالة برنامج الغذاء العالمي وأنشطته. طبعا برنامج الغذاء العالمي ده برنامج معروف جدا تبع الأمم المتحدة، وانت لما تنضم لهذا البرنامج انت بتعرف اكتر عن نشاط البرنامج ده، وكده انت لما ترجع مثلا لبلدك او مثلا لما انت تتعامل مع اشخاص تانيين بتقدر انك تنقل خبرتك اللي انت خدتها من البرنامج ده لاشخاص تانية، وكده بتزود الوعي اكتر من خلال هذه المؤسسة تمام كده. طيب بالنسبة بقى للاوراق المطلوبة للتقديم، اول حاجة حضرتك في ابليكيشن اونلاين لازم تملاه، يبقى ملا ابليكيشن المنحة اونلاين. تاني حاجة في السي في بتاعك، السيرة الذاتية بتاعتك، تحط برضو السيرة الذاتية بتاعتك داخل الابليكيشن. كمان في حاجة اسمها الكفر ليتر او الموتيفيشن ليتر لازم تحطه داخل الابليكيشن، ولو في اي مقالات مطلوبة داخل الابليكيشن برضو بتملاها تمام كده. طيب اخر ميعاد للتقديم، وركز بقى معايا عشان اخر ميعاد للتقديم هو يعتبر خلاص ما فاضلش حاجة، يعني يومين وهيخلص. اخر ميعاد هو 2 يناير 2021، وطبعا يعني انا عرضت لكم الفرصة دي متأخر لان وقتها ما كانش كبير جدا، يعني الديدلاين بتاعها او موعد الانتهاء سريع، فعشان كده انا حاولت ان انزلها يعني النهاردة بأسرع ما يمكن عشان الناس اللي حابة تقدم ليها تلحق تقدم قبل 2 يناير 2021، لأن ده آخر ميعاد. طيب هنا عندنا ملاحظة إن قناتنا قناة منح من كل الألوان، بتوفر خدمات إضافية زي خدمة التقديم بشكل احترافي لأي فرصة ومنحة أنت عايزها تمام. لو حابب تقدم من خلالنا على هذه الفرصة بتلاقي رابط استمارة خدمة التقديم موجود في صندوق الوصف أسفل الفيديو، والناس اللي حابة تقدم من خلالنا ياريت تملأ الاستمارة بسرعة عشان نرد عليها ونقدم لها، لأن الميعاد قريب جدا بعد يومين وهتخلص المنحة تمام. وفي خدمة تانية اسمها خدمة تجهيز الأوراق عشان تستخدمها للتقديم لأي فرصة منحة انت عايزة، وفي خدمة التقديم في الكورسات عشان تزود من فرص قبولك في المنح، وأي خدمة من هذه الخدمات بتلاقي رابط استمارتها موجود في صندوق الوصف أسفل الفيديو، بتملأه واحنا بنتواصل معاك وبنرتب معاك كل شيء. طيب تمام، خلينا دلوقتي نشوف الإعلان الرسمي للمنحة اللي فيه كل التفاصيل. هتيجي تضغط على الإعلان الرسمي هيفتح معاك بهذا الشكل، هتلاقي كل تفاصيل المؤسسة هنا وكل تفاصيل المنحة هنا تمام. طيب ده الموقع الرسمي تمام، اسم الفرصة Digital Communications Intern تمام. هنا هتلاقي كل التفاصيل، ان الفرصة في ايطاليا 6 شهور مدتها، اخر ميعاد للتقديم تمام، هتلاقي موجود هنا 2 يناير 2021. الحاجات اللي بتوفرها $1000 شهريا تكاليف المعيشة، بتوفر لك طبعا التذاكر الطيران هتكون على حساب المنحة، كل الاشياء دي هتلاقيها مذكورة في الابليكيشن تمام كده. طيب خلينا دلوقتي نشوف بقى ابليكيشن التقديم للمنحة، تيجي تضغط على كلمة قدم الان عشان يفتح معاك ابليكيشن التقديم. الابليكيشن مش معقد ولكن لازم تحط فيه كل البيانات الخاصة بيك وتملأ كل الفقرات بشكل كويس تمام. طيب تشوف دلوقتي الابليكيشن يظهر معانا ازاي. ده الابليكيشن، اول حاجه انت دلوقتي ما عندكش اكونت خالص على موقع المنحه، يعني لسه انت داخل جديد على اكونت، تعمل ايه؟ تروح عند كلمه كرييت اكونت دي وتضغط عليها تمام، عشان تعمل اكونت جديد على موقع المنحه وتحط كل البيانات الخاصه بيك، عشان بعد كده تاخد الايميل والباسورد بتاعك اللي انت هتسجل بيهم وتخش للابليكيشن تمام كده. طيب هيفتح معانا دلوقتي، هتظهر لك الصفحة بالشكل ده، تحط الايميل بتاعك، بتكتب الايميل مرة تانية
تعمل تشوز باسورد، تكتب الباسورد مره تانية، بتحط اسمك، اسم العائله والدوله اللي انت فيها حاليا، وبعدين بتضغط على كلمه كرييت اكونت. لما بتضغط على كلمه كرييت اكونت يبقى انت كده بنجاح عملت اكونت على موقع المنحه. بتاخد الايميل اللي انت كتبته هنا والباسورد، وبترجع تاني لصفحه اللوجن وبتحطهم. تمام، تحط الباسورد بتاعك، سبيل المثال ده الباسورد بتاعي. تمام، فتضغط على كلمه ساين ان، تمام، عشان يدخلك للابلكيشن بتاعك. تمام، طيب الابلكيشن هيفتح معانا بالشكل ده وهيظهر بالشكل ده. هتلاقي هنا جزئيه وضع السي في، تمام، سي في مطلوب منك تحطه في الجزء ده. هتلاقي منك كتابه البيانات الخاصه بيك، المعلومات التعليميه بتاعتك، لو اشتغلت شغل سابق قبل كده بتحط الشغل ده، تاريخ ميلادك بقى، عنوانك، كل التفاصيل دي بتكتبها، اللغات اللي بتعرفها، كل الحاجات دي بتحطها هنا. لو عندك صوره جواز سفر بتحطها، او لو عندك صوره يعني سواء صوره الهويه الوطنيه بتاعتك والبطاقه الشخصيه او صوره جواز سفر، او ممكن عادي تتجاوز الخطوه دي ما تحطهاش، مش مطلوبه بشكل الزامي. طيب بتملى انت بياناتك، دي بيانات البروفايل بتاعتك، بعد كده بتعمل سيف وبتخش على الخطوه اللي بعدها. تمام، في الخطوه اللي بعدها بتحط بقى حته الموتيفيشن ليتر او الكفر ليتر، وبتكمل باقي البيانات المطلوبه. تمام، طيب زي ما يظهر لنا دلوقتي. هتلاقي هنا السي في اللي احنا كنا حطيناه، خلاص السي في تم وضعه بالفعل. تمام كده، هتلاقي هنا حتة الكفر ليتر تقريبا بيكون شبه الموتيفيشن ليتر كده، وهتلاقي هنا بقى اسئلة لازم تجاوب عليها. بيقول لك لو عندك حد شغال في تبع المنظمة ال WFP مثلا، كل الاسئلة دي لازم تجاوب عليها. انت شخص مثلا خالي من الجرائم، ما ارتكبتش جرائم قبل كده في بلدك، وتجاوب بقى على كل الأسئلة دي، إنك هتحضر الكورس مثلا مدته هيكون 6 شهور، كل الأشياء دي تجاوب عليها. تمام، تشوف كل سؤال من دول وتجاوب عليه. بعد لما بتخلص بقى الخطوات دي كلها، بتحط الكفر ليتر والسي في، بتحط بياناتك وكل الكلام ده، بتيجي عند كلمة أبلي وبتضغط عليها. ولما بتضغط على كلمة أبلي كده، أنت بتكون قدمت للمنحة بنجاح، وبيكون طلبك وصل للمنحة. وبعد كده هم بيبداوا ان شاء الله في خلال الفتره القادمه يتواصلوا معاك ويقول لك اذا كان قبولك، اذا كان اسف، طلبك اتقبل او اترفض. تمام كده، يبقى شرحنا المنحه بالكامل. ما تنسوش كمان ان احنا بنوفر خدمات التقديم للمنح، واخر ميعاد ما تنسوش 2 يناير، فاضل يومين وينتهي التقديم. وان شاء الله باذن الله يكون بالتوفيق والبول لكم في هذه المنحه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.